انا خلينا مش على هالمباراه، انا شفت الاهلي في اكثر مباراه، يمكن مباراتين الاخيره مع الشباب واليوم، مثل ما تفضل اخوي طارق، الفريق قاعد الان يقدم مستوى متميز وفي تصاعد. يمكن المدرب الان مثل ما قال اخوي طارق انه المدرب مدرب شاب، انا اشوف رده فعله حتى مع اللعيبه، وهذا شيء مهم ترى، قد يكون الجانب النفسي مهم للاعب وهذا يعطيه الشيء دافع كثير. ما في شيء جديد يعني على الاهلي من ناحيه المستويات اللي قاعد يقدمها بنتائج جدا كويسه. في بعض المباريات يكون عنده قد يكون عنده نقص ياثر عليه، لكن اللي احب انا اقوله الان، وعندهم جانب جدا مهم حتى انا قلت لك شفتها في المباراه اللي راحت، كانت مباراه يعني على رتم عالي، عندهم اللياقه العاليه، الضغط على الخصم، استخلاص الكور والكرة الثانية، ففريق قاعد يقدم جدا مستويات كبيرة. يعني عملية المدرب هو صحيح مدرب شاب ولكن ما سلاح ذو حدين. يعني أخوي طارق يقول ممكن السنة الجاية قد يبني عليه، لكن هذا سلاح ذو حدين. أشوف في بعض المباريات عنده نوع في التغييرات ما يكون هناك موفق فيها. هل العذر اللي قاله اخوي طارق انه الاظهره مي عنده ويتكلم عن عناصر عامه ايه انه ما اكتملت بالضبط، قد يكون هذا عامل، لكن انا شفت فيه، وهذا دائما له الجانب كمدرب الجانب النفسي للاعب، ترى خاصه احنا يا العرب او فيه دور النفسي عندنا كبير بعيد عن يعني قد يكون في مدربين مروا علينا وشفناهم تقول يعني حتى في تمارينه تلقاها تمارين عاديه وكذا، ولكن عنده جانب معنوي كبير، اللاعب هنا يحتاج هذا الشيء. انا شفته في انفعالاته، في رده فعله، في استقباله، في التغييرات مع في اثناء تغييرات اللعيبه، احتضانه للعيب، هذه جوانب جدا مهمه تكون اللاعب قريب للمدرب في مثلا في تنفيذ الكلام اللي يقوله لا في التمرين وبرا وقت المباراه، هذا الجانب جدا مهم له. اول شيء يعني قبل نقول بارك الاهلي حقيقه اللي قاعد يقدمها الان مستويات فريق يعني جديد على مو نقول جديد لكن رجعته للمنافسات وبقوه وحصول ودخوله الان ان شاء الله للنخبه وحصول على المركز الثالث، كل هذه اشياء جدا لجماهيريه الشباب للاهلي و ما قدمه هذا السنه، نقول يعني فريق يستاهل كل خير وقدامه العمل الكبير يحتاج اذا اراد السنه القادمه باذن الله ان يكون ينافس على مراكز متقدمه احسن من المركز الثالث اللي هو الاهلي.